السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعي مؤسسة النظام الطاقي. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا على اليوتيوب، معكم سواح. في الحلقة دي هنتكلم على حقيقة القرآن الكريم، السر اللي كل الناس أو معظم الناس ممكن تكون بتبحث عنه. في الفترة الأخيرة جالي كتير من الرسائل: سواح فلان الفلاني عمل حلقة عن القرآن بيقول كذا كذا، سواح أنا كنت ببحث عن حقيقة القرآن بعد الفيديو بتاع فلان الفلاني. مش هسمي الناس، يعني مش هقول أسامي الناس عشان أنت ما تدخلش أنك أنت تبحث على أساميهم وبيتكلموا بيقولوا إيه بالظبط، بحيث أن أنت ما تدخلش في حيرة في هذا الأمر. لكني عايز أقول لكل واحد أرسل رسالة وبعت رسالة بيسأل عن حقيقة القرآن الكريم، خليني الأول قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة رحب بكم، ولو أنت جديد معنا سجل اشتراكك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد بننشره، وكمان عشان تحديثات اليوتيوب المستمرة تأكد أن أنت مفعل زر الاشتراك أو زر الجرس بحيث يوصلك إشعار فور نزول أي حلقة من الحلقات اللي بنقدمها عبر منصة النظام الطاقي. نرجع لحلقتنا حقيقة القرآن الكريم. في الفترة الأخيرة بقى في فيديوهات كتير جدا وناس كتير بتتكلم على ده، في آية بتقول كذا كذا، ده في ناس بتقول كذا كذا كذا، وكلام كتير جدا فيما يخص القرآن الكريم. أنا مش هيفرق معايا الناس اللي ممكن تكون بتتكلم يا صديقي في إيه الحقيقة أو إيه مش الحقيقة وإيه، وفتاوى كتير جدا جدا جدا، لكن خلينا أقولك إن كل إنسان بيبحث عن حقيقة القرآن الكريم هو عنده مشكلة. يمكن تستغرب كلامي، المفروض أنا دايما معودكم أن أنا بهدم موروثات، لكن أهدم موروثات في حاجة ممكن حديث مش مقتنع بيه أو ما نرضاش أن احنا نقتنع بيه، وبالتالي بعد فترة من الزمن بيطلع أن احنا كنا على حق وبيطلع أنه هو ضعيف أو غير صحيح، وده كله ممكن أن احنا نتقبله. ودايما بقول لكم أن انت خد الصح في كل حاجة، في كل معلومة، في كل حقيقة ممكن أنك انت توصل لها، خد الصح، الحاجة الصحيحة فقط، والحاجة البطلة أو اللي هي ممكن تكون هي فيها أصلا حاجة لا ترضيها على نفسك ولا على ربك اللي خلقك ارفضها. إلا القرآن، معنى أنك أنت تروح تبحث عن حقيقة القرآن الكريم يبقى أنت عندك مشكلة. طيب يا سواح، ما أنا عندي مشكلة فين؟ أنا بلاقي أصلا مشاكل. لا، أنت مش بتلاقي مشاكل، أنت بتلاقي ناس تقدر أنها تخلي القرآن الكريم فيه مشكلة، وتقدر أنها تخلي القرآن الكريم ما فيهوش أي مشكلة، وانه في سر والنجاة لكل شخص. انت ممكن تتكلم على مشاكل القرآن الكريم او التوراة او الانجيل لو يقول لك ازني، اقتل، اسرق، لكن طالما القرآن ما بيقولكش ازني، ما بيديكش اي يقولك اسرق، ما بيقولكش اقتل، يبقى ما فيش اي مشكلة، وان المشكلة فيك انت. يبقى ما فيش اي مشكله يا صديقي في القران نفسه، لكن المشكله فيك انت عايز تهرب من المسؤوليه، مسؤوليتك كانسان في الحق، مسؤوليتك كانسان في الانسانيه، مسؤوليتك كانسان في الحلال والحرام، عايز تهرب من كل ده وتشعر بالارتياح. يبقى لازم انك انت تشعر بالارتياح في الصح، انك انت تعمل الصح فقط، لكن انت مش عايز حتى تبقى مسؤول عن الصح ومش مسؤول عن الغلط، مش عايز حتى تبقى انت ملام في حاجة انت وقعت فيها او احساس او شعور بالذنب، فتعمل ايه؟ تهدم المعبد. طب ما ادور على هلاقي الاستاذ زيد او الاستاذ عمرو او الاستاذ فلانة او الاستاذة فلانة بتقول ان القرآن ده اصلا مش حقيقي ورايح دماغي. لكن صدقني يا صديقي، طالما ان انت عندك ما لقيتش حاجه في القران تقول لك اذني او اسرق او اقتل، يبقى انت عمرك ما هتلاقي غلطه في القران مهما كان. الباقي كله جدل نتجادل فيه، نتجادل فيه ايه؟ كنص ولا كتفسير؟ كتفسير. نتجادل كتفسير ان احنا نشوف ده حقيقي وتفسيره حقيقي، ولا هو اجتهاد ممكن ان احنا نغلط في اجتهادنا في تفسير الايه كذا او الايه كذا، لكن تظل الحقيقة حقيقة. كل إنسان بيبحث عن أخطاء في القرآن وجاي عايز سواح يبررها له، أحب أقول له مش هتلاقي أخطاء، وأحب أقول له الحق نفسك، ما تسمعش لفلان
او علان. انا ليه بتكلم في الموضوع ده دلوقتي؟ لان ناس كتير جدا بدأت تتابع ناس اخرين برضو جدا ربنا يهديهم ويصلح حالهم، ويجي يقول ده قال ان حقيقة القرآن كذا، ده قال ان القرآن مش منزل مش عارف ايه، ده قال ان القرآن، ده قال ان القرآن، وكلام كتير قوي 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 في الموضوع ده. فانا احب اقول لك انه تعال كلمني في القرآن لو لقيت انه بقول لك اذني او اسرق او اقتل. لكن طالما بقول لك لا تزني، لا تسرق، لا تقتل، لا تشرب الخمر، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، بينهيك عن اشياء كتير. وما زال ان هو بينهيك او بيأمرك انك انت تحسن لزوجتك، لابنتك، لاختك، وانك انت تحسن في تقسيم ميراثك، وانك انت تحسن في عيشتك، وانك انت تحسن في جارك لجارك، وانك انت تحسن في اهلك وناسك وامك وابوك واهلك، وانك انت تحسن في بلدك، وانك انت تحسن في عبادتك لله الواحد الاحد. يبقى اي حاجة تانية هي حاجة فرعية، وانت عندك مشكلة فبتدور على اي مشكلة فيها او اي شيء فيها من بعيد علشان تدي لنفسك المبرر انك انت تسرح في اخطاء الحياة بدون ما يكون في رقيب، بدون ما يكون في حساب. ده اللي انا حابب الخصه لك. احنا ممكن خلال الفترة الجاية ندخل في جدال، ندخل في مناقشات كتير تخص الاحاديث، ما عنديش اي مشكلة خالص. ممكن ندخل في جدال يخص احداث تاريخية بنسمع عنها، ما عنديش اي مشكلة خالص. لكن ان انت توصل انك انت عايز تدخل في جدال في نص قرآني، هذا لا اقبله. ودي نصيحة ليك، دي نصيحة ليك، جادل في اي شيء حيث شئت، لكن لا تجادل في نص قرآني طالما 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 انه ما امركش باشياء منهي عنها، انه ما امركش باشياء عقلك لا يقبلها، انه ما امركش باشياء لا الانسانية ولا الاديان الاخرى ولا التفسير ولا طباعك ولا فكرك ولا اي شيء ممكن انه يكون بالنسبة لك ده شيء ظالم او شيء مستبد او شيء مش حقيقي او شيء مش طبيعي او شيء فعلا يوصلك انك انت توسوس في النص القرآني، وده كله مش هتلاقيه. فحبيت ان انا زي ما برد على كل الناس اللي بتبعت لي رسائل حقيقة القرآن، حقيقة القرآن، كأننا بنرجع لعصر خلاص هنعبد اللات والعزة. فحبيت ان انا اعمل حلقة على عام كده اقول لك يوم ما تلاقي القرآن بقول لك اذني او اسرق او اقتل او الاخره، يبقى في مشكلة محتاج انك انت تقف وتشوف هل فعلا زمان الشخص اخر شخص اللي قال لي اللي استفزني وخلينا نعمل حلقة اللي بقول لي هل احنا نضحك علينا السنين دي كلها ولا لا. لكن طول ما انت مش لاقي الحاجات دي كلها فطبيعي جدا كل آية انت بتجيبها وبتجيب حد فسرها بشكل معين هجيب لك حد اخر فسرها بشكل اخر، وندخل في دوامة التفسير ده والتفسير ده، ودي كلها هي المشكلة. فيا صديقي لازم يكون في وتد، لازم يكون في حبل بينك وبين الله ما نقطعش. فيا صديقي مهما كنت انت بتلعب بدماغك لازم يبقى لك وقفة تقف عندها، وما تسمحش لحد ان ياخدك في دوامة بعيدة ترجع منها ملحد او ترجع منها متشكك في دينك. مش هطول عليك، والفترة الجاية احنا هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نشتغل في سلسلة تحطيم الاصنام وهذا الموروث اللي هي موجودة في النظام الطاقي. ولو حابب انك انت تنضم لقصه الوعي والنور ما عليك في نظام الطاقي، ما عليك غير انك انت تشترك في القناة وتفعل الجرس. ولو حابب تنضم في الكورسات الخاصة زي كشف السر او البرنامج المتكامل او التخاطر او جذب المال والوفرة او جذب الشريك الحياة، كورسات كتير جدا مقدمة من النظام الطاقي، تقدر انك انت تتواصل على الرقم اللي ظاهر امامك على الشاشة الان، وتقدر تتواصل معهم وتطلب اي كورس مهما كان مكان تواجدك في العالم. وبالنسبة للجلسات الخاصة غير الجلسات العامة اللي بيتم تقديمها على منصة النظام الطاقي، جلسات الطاقة بتكون في باقات الانتساب، تقدر انك انت تنتسب في القناة وبالتالي تحضر الجلسات الخاصة اللي بيتم نشرها فقط لأصحاب أو المشتركين في باقات الانتساب. نلتقي على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معكم سواء.